Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ettalaku merratani fe imsakun bi ma'rufin ev tesrihun bi ihsan. Ey ettalaku el meşru'u lezi yemliku bihi ez zevcu er rac'ate merratani ve leyse ba'dehuma illel muaşeretu bil ma'rufi ma'a husnil muameleti ev tesrih bi ihsan bi alla yuzlimaha min haqqiha şey'en ve la yezkuruha bi su'in ve la yunaffirun nase anha ve la yahillu lekum en ta'khuzu mimma ataytumuhunna şey'en ey la yahillu lekum eyyuhal ezvacu en ta'khuzu mimma dafa'tum ileyhinne min el mihveri şey'en min el muhuri şey'en ولو قليلا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله أي إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة وألا يرعي حقوق الزوجية التي أمر الله تعالى بها فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي فإن خفتم سوء العشرة بينهما وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فلا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله تلك حدود الله فلا تعتدوها أي هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة والخلع وغيرها هي شرائع الله وأحكامه فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غيرها مما لم يشرعه الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أي من خالف أحكام الله فقد عرض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين المستحقين للعقاب الشديد فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي فإن طلق الرجل المرأة ثلاث مرات فلا يحل له بعد ذلك حتى تتزوج غيره وتطلق منه بعد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما صرح به الحديث الشريف ففي ذلك زجر عن طلاق المرأة ثلاثا لمن له رغبة في زوجته لأن كل ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله أي إن طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول بعد انقطاع العدة إن كانت ثمة دلائل تشير إلى الوفاق وحسن العشرة وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي تلك شرائع الله وأحكامه يوضحها ويبينها لذوي العلم والفهم والذين ينظرون في عواقب الأمر البلاغة فإن الله سميع عليم خرج الخبر عن ظاهره إلى معنى الوعيد والتهديد والمطلقات يتربصن خبر في معنى الأمر وأصل الكلام وليتربص المطلقات قال الزمخشري وإخراج الأمر في صيغة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله
فَكَأَنَّهُنَّ اِمْتَثَلْنَ الْاَمْرَ فَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ مَوْجُودًا وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْمُبْتَدَئِ مِمَّا زَادَهُ فَضْلَ تَأْكِيدٍ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ اَتَّقِيدُ بِالْاِيمَانِ بَلْ هُوَ لِلْتَهْيِيجِ وَالْتَهْوِيلِ الْاَمْرِ فِي نُفُوسِهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ فِيهِ اِيْجَازٌ وَاِبْدَاعٌ لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَمَكِّنِ مِنْ عُلُومِ الْبَيَانِ فَقَدْ حُذِفَ مِنَ الْاَوَّلِ بِقَرِينَةِ الثَّانِي وَمِنَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ الْاَوَّلِ وَالْمَعْنَى لَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحُقُوقِ مِثْلُ الَّذِي لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ وَفِيهِ مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ أَيْضًا الطِّبَاقُ بَيْنَ لَهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ وَهُوَ طِبَاقٌ بَيْنَ حَرْفَيْنِ وَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَ لَفْظِ إِمْسَاكٌ وَلَفْظِ تَسْرِيحٌ طِبَاقٌ أَيْضًا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفوس وتعقيب النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد فأولئك هم الظالمون قصر صفة على موصوف فائدة أول خلع كان في الإسلام في امرأة ثابت بن قيس أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع الله رأسي ورأسه شيئا أبدا والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد الإسلام فقال لها عليه السلام أتردين عليه حديقته قالت نعم ففرق بينهما لطيفة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فآخر دعوانا أن الحمد لله